احنا سعيدين حقيقة وفخورين بعودتنا لأرض الوطن بهذا الإنجاز اللي نهديه لحكومتنا الرشيدة ونهديه أيضا لقادة الرياضة السعودية، وإن شاء الله القادم أفضل وأفضل ومن إنجازات إلى إنجازات إن شاء الله. اللي مريحنا الآن حاليا أنه جزء كبير من هؤلاء اللاعبين على الأقل الآن متواجدين مع الأندية ويشاركون، ما هي بصورة مستمرة ولكن على الأقل متواجدين، وهذا شيء كويس بالنسبة لنا. الهدف الأهم الآن اللاعب كيف يقدر يطور نفسه أكثر، كيف يقاتل أكثر ويجتهد أكثر لأنه يلعب في ناديه، لابد يكون فيه شوية حرص من اللاعب بشكل كبير، لا ينتظر والله دعم لوجستي من الخارج. أعتقد اللاعب حتى في هالإمكانيات هذا في العمر هذا يقدر يفرض نفسه في خارطة ناديه، فهذا بالنسبة لنا شيء مهم في المرحلة القادمة، وإن شاء الله رب العالمين يعني نقدم شيء جيد أيضا في الأولمبياد. لا تنسى أنه يعني كثير من الفرق اللي موجودة في الأولمبياد يعني تتفوق كرويا علينا وهذا شيء طبيعي، ولكن تجربة مميزة بالنسبة لنا، نحاول ناخذ فيها الخبرات، نحاول فيها نقارع الفرق الكبيرة هذه، نعرف مستوانا وين عشان نقدر نطوره ونقدر نوصل، يعني ما نوقف عند نقطة محددة، دائما نحاول نرتقي أكثر وأكثر. ننتظر أيضا قرعة الأولمبياد، لازم نكون أيضا واضحين فيها، كل ما كانت القرعة أخف شوي كل ما تعطيك يعني شوية يعني تفاؤل أكثر، وإن شاء الله رب العالمين مع العمل إن شاء الله نقدم على الأقل كرة قدم سعودية جميلة تكون هي مستقبل وهي نواة للمنتخب إن شاء الله في قطر 2022. المدربين السعوديين موجودين وقاعدين يعملون والجيد منهم قاعد يضع بصمته، فلذلك إحنا ما نبغى نمشي على هالمنوال هذا، لأنه المدرب الجيد حياخذ الفرصة وحتشوفه في ناديه وحتشوفه أيضا في المنتخبات بشكل واضح وملحوظ.